وبما اننا بنتكلم عن المرأة كان لازم شخصية الحلقة النهاردة تكون كاتبة، والحقيقة ان هي كاتبة واديبة وشاعرة كمان مميزة جدا، ابدعت في مجال الصحافة وكانت رائدة من رائدات النهضة النسائية العربية الحديثة. شخصية حلقتنا النهاردة هي الكاتبة والاستاذة مي زيادة. خلونا نروح نشوف مع بعض تقرير عملناه في يحكى أن عن الكاتبة والاستاذة مي زيادة، ونرجع على طول نبتدي ونكمل حلقتنا معاكم. اتفضل. فريدة عصرها وأيقونة الأدب النسوي هي الأديبة والكاتبة العربية مي زيادة. ولدت مي زيادة في 11 فبراير عام 1886 لأب لبناني وأم فلسطينية، وعلى الرغم من أنها ليست مصرية الموطن إلا أن مصر هي محل ميلادها الأدبي والفكري. بدأت شهرتها الأدبية في مصر تحديداً عام 1913، وأسست صالونها الثقافي في نفس العام. كان هذا الصالون ملتقاً لعمالقة الأدب وفرسان الشعر وقتها مثل الكاتب عباس محمود العقاد وطه حسين وآخرين. لفتت مي الأنظار إليها بمناقشاتها وآرائها الحرة، وكانت الملهمة الأولى لكثير من الأدباء والشعراء. نشرت أول ديوان لها باللغة الفرنسية تحت اسم أزاهير الحلم، وشغلتها قضايا المرأة في كتاباتها، وقدمت عدداً من النماذج النسائية في كتبها. ضمت حياتها فصولاً من الألم، لكنها لم تطفئ سحرها، وظلت بعد وفاتها رمزاً من رموز الحرية الفكرية.